ودلوقتي جه معادنا مع فقرة سكوب، والنهاردة هنتكلم معاكم عن موضوع شغل السوشيال ميديا بشكل كبير خلال الفترة اللي فاتت، وده ما كانش في مصر بس لكن كان في العالم كله. الموضوع اللي هنتكلم عنه النهاردة هو فيلم Don't Look Up من بطولة جينيفر لورنس وليوناردو دي كابريو، والفيلم بيصنف انه كوميديا سودا وهو بيتكلم عن نهاية العالم بطريقة مختلفة جدا، والفيلم منقسم عليه الناس، ففي ناس معارضة للفيلم وفي ناس بتقول ان الفيلم عجبهم جدا وانه مختلف. وعشان الناس اللي ما شافوش الفيلم خلوني اقول لكم باختصار كده قصة الفيلم اللي اثارت جدل كبير جدا، واللي بتدور حوالين اتنين علماء فلكيين مش مشاهير قوي، واللي بيقوم بدورهم ليوناردو دي كابريو وجينيفر لورنس، والاتنين دول اكتشفوا ان في نيزك حجمه كبير جدا على وشك انه يدمر الارض، وان مفيش قدام العلماء غير 6 شهور بس عشان ينقذوا الكوكب. فكرة الفيلم بقى هل هتنجح الإدارة السياسية في أمريكا وروسيا وبقية الدول الكبرى في العالم انهم يلحقوا ينقذوا الأرض؟ الإجابة لأ. وعلشان نعرف تفاصيل أكتر عن الفيلم وحالة الجدل اللي عملها هيكون معانا على زوم الكاتب الصحفي خالد إبراهيم بجريدة اليوم السابع عشان نحلل فيلم Don't Look Up. أهلا بيك يا خالد. أهلا بحضرتك يا فندم بكل السادة المشاهدين. إيه رأيك في فيلم Don't Look Up؟ يعني أنا بشكل شخصي حبيت الفيلم جدا، على عكس المعتاد من جهة الإنتاج. لقيت فيلم جيد الصنع جدا، لقيت فيلم فيه كل العناصر اللي يحبها يعني محب السينما اللي بيبقى ليهم لون خاص أو شغف خاص بأن هم يشوفوا نجوم متجمعين كتير في فيلم واحد. الفيلم بطولة ليوناردو دي كابريو، جينيفر لورانس، ميرل ستريب، غير ضيوف الشرف وإخراج آدم ماكي. احنا دلوقتي قدام منصة العرض بتاعت الفيلم دايما اعتادت يعني او احنا الجمهور اعتاد منها ان هي بتقدم افلام يعني سريعة كده او تيكاوي، لكن الفيلم اللي احنا بصدد التحدث عنه دلوقتي هو فيلم عميق جدا بيتكلم عن فكرة مهمة جدا. وانا بشوف ان احنا رغم ان احنا في بداية 2022 انا بشوف ان هذا الفيلم سيكون واحد من اهم افلام هذا العام. هل فعلا يا استاذ خالد الفيلم بيوجه نقد واضح للسياسه الامريكيه والاعلام الامريكي وبيقول ان هم بيخدعوا الناس؟ طيب مبدئيا احنا نقدر نتكلم عن الفيلم من ناحيتين، ناحيه خاصه شويه بالاداره الامريكيه او بالولايات المتحده الامريكيه بشكل خاص، والناحيه العامه شويه ان احنا ممكن نشوف ان الفيلم ده بانوراما او نافذه ان احنا نقدر نبص بيها بشكل او منظور مختلف على العالم. لو جينا اتكلمنا على الفكره الاساسيه في الفيلم فزي ما حضرتك شرحتي هو انه في كويكب او نيزك او اي حاجه يعني جايه من الفضاء بتهدد البشريه، هتخبط في الارض خلال 6 شهور. ففي 2 علماء بيحاولوا ان هم يوصلوا صوتهم لناسا، للاداره الامريكيه، رئيسه الولايات المتحده الامريكيه اللي بتجسدها ميريل ستريب. ولما بينجحوا فعلا ان هم يوصلوا بيلاقوا انه في لا مبالاه، بيلاقوا انه في حاله من عدم تقدير الموقف بشكل حقيقي. الرئيسة الأمريكية بتربط الموضوع بالانتخابات وتقول لا أنا مش هنقذ الموضوع دلوقتي، خلينا مع الانتخابات تسخن شوية عشان تبقى فرصها في الانتخابات اللي جاية أفضل. وبيتجهوا للإعلام الأمريكي فبيلاقوا إن الإعلام الأمريكي بيهتم بصغائر الأمور، إن الإعلام الأمريكي بيهتم بقضايا الجواز والطلاق والترندات بتاعت السوشيال ميديا اللي معروفة في كل العالم، يعني مش في أمريكا بس. وبالتالي إن هم هنا بيتعرضوا لصدمة كبيرة جدا إن هم بيلاقوا إن ما فيش يا جماعة اهتمام، إحنا كلنا هنموت، يعني هيتعرض الكوكب للفناء، مش هيبقى فيه أصلا كوكب الأرض. ومع ذلك الناس في غفلة، يعني الناس مش مهتمية خالص من أعلى حد في الدولة لحد أصغر حد. وبالتالي إحنا ممكن نشوف إن ده إسقاط بنوع ما يعني على الأحداث اللي بتتعرض لها أو اللي بيتعرض ليها كوكب الأرض، سواء بقى التغيرات المناخية، سواء السوشيال ميديا، المعارك السياسية، الأمراض والأوبئة زي كورونا، زي صراع السلطة ورأس المال في بعض الدول. فكل دي حاجات ممكن يكون الفيلم بيرمز ليها إن هي هتكون مؤشر لنهاية الأرض. فالفيلم باختصار هو عبارة عن جرس إنذار لينا إحنا، وعبارة عن جرس إنذار للإدارات الكبرى يعني العالمية. بجانب الجزء ده يا استاذ خالد، انا وانا بتفرج شخصيا عن الفيلم حسيت كمان يعني ممكن يكون جزء نفسي شويه ان قد ايه الناس بترفض فكره ان هم الخوف، او ان هم صحيح بيحاولوا كناس عاديه في الشارع ان هم يبقوا يكذبوا الفكره من كتر ما هم خايفين. صحيح، دي الاعتقادات كتيره جدا. اولا ان الانسان دايما بيبحث عن الطمانينه، فاذا حد جه قال له انه في خطر فهو ممكن
يحاول ان هو يعيش اللحظه بتاعته، او بيخرج من دماغه كل الافكار اللي ليها علاقه بانه في خطر. حتى اسم الفيلم مستوحى من الفكره دي، يعني لا تنظروا الى السماء، يعني الناس في الادارات يعني، او المفروض ان الفيلم بيهاجم الاداره الامريكيه بشكل واضح وصريح، يعني بيقولوا انه يا جماعه لا ما تبصوش للسماء، ما فيش حاجه اسمها نيزك، ما فيش حاجه اسمها كويكب هيخبط في الارض، انتوا حياتكم تمام، الدنيا مستقره وكل شيء كويس. حتى لما بداوا يفطنوا الى خطر فعلا اللي جاي للكوكب، هم تعاملوا مع الامر بفكره انه ما تخافوش يا جماعه، دي مشكله وهتنتهي بسرعه بسرعه، يعني احنا هنقدر نحلها. وهنا بيبقى في حاجه مهمه جدا بيشير ليها الفيلم، وهي عدم الشفافيه مع الشعوب. هنا بيبقى وده مؤشر خطير جدا جدا ليه، انه الادارات لما بتتعامل مع الشعوب بتاعتها لازم يكون في قدر من الشفافيه، لازم يكون في قدر من الاطلاع على المعلومات، ما يقدرش الناس تبقى مهدده في حياتهم، او الكلام ده طبعا بشكل عام يعني مش لازم عن الخطر اللي جاي الكوكب من الفيلم، يعني لازم يبقى في قدر من الشفافيه مع الشعوب. طيب من الحاجات كمان اللي اثارت جدل ان شخصيه رجل الاعمال اللي كان في الفيلم اتقال انها اسقاط على شخصيه رجل الاعمال ايلون ماسك. صحيح، يعني بصي هو انا مش بشوف ان هو اسقاط على ايلون ماسك تحديدا يعني، لكن انا بشوف ان هو بخف الدم بكوميديا سودا يعني، حاول ان هو يكون مزج ما بين كذا شخصيه او كذا رجل اعمال من اللي متصدرين المشهد عالميا وفي الولايات المتحده الامريكيه، زي ما حضرتك قلت كده ايلون ماسك هو رجل اشهر رجال الاعمال اللي او رجال التصنيع يعني، واللي ليهم علاقه بشكل مباشر جدا مع الفضاء، فده رقم واحد. ممكن بيكون بيشير برضو او بيعمل كده مزج ما بين ايلون ماسك ومارك زوكربيرج طبعا اللي هو مؤسس واحده من اهم المنصات العالميه فيسبوك. والشخصيه الثالثه اللي بشوف ان هو ممكن يكون عامل برضو مزج بيها في هذا رجل الاعمال هو بيل جيتس. فبشكل عام الثلاثه دول ممكن يكونوا كده اتضربوا في الخلاط وطلعوا هذا الشخص اللي بيحاول ان هو يستغل اخطر معركه بيمر بيها كوكب الارض لصالحه، لصالح شركته، لصالح ان هو يعني يتغلب على القوة الثانيه زي الصين، زي روسيا، علشان المادة المهمة جدا في النيزك ده بيستغلها في انتاج يعني الحاجات اللي قايمة على التكنولوجيا زي الموبايل والتابلت والكلام ده كله. فأنا بشوف ان هو هنا عمل مزج مش شخصية واحدة ولكن اكتر من شخصية. فالفيلم يعني بشكل عام هو بيتكلم على ازاي ممكن يكون في كوميديا سودة، كوميديا تضحكك جدا، ولكن في نفس الوقت هي بتقول لك خلي بالك، بتقول لك انه في هنا خطر كبير جدا. انا في الحاجات اللي قلتها اللي ليها علاقه باسقاطات الفيلم، انا شخصيا بميل لفكره التغيرات المناخيه، انه هنا عايزين يقولوا يا جماعه في خطر مهم جدا 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 هيصطدم بكوكب الارض او معرضه ليه البشريه، وهي التغيرات المناخيه. انا ليه برجح الاختيار الاول ده وهو التغيرات المناخيه، لانه واحده من اهم القضايا اللي بيحب ليونارد كابري ان هو يشتغل عليها عالميا، وحتى هلاقي لو الناس تبعت ده على السوشيال ميديا بتاعته وكل حساباته هلاقي ان هو من اهم القضايا اللي بيهتم بيها هي التغيرات المناخيه. فانا بشوف ان ده التغيرات المناخيه هي الاسقاط، ولكن حد تاني ممكن يقول ان احنا دلوقتي في فتره اوبئه وامراض زي كورونا والسلالات المختلفه بتاعتها، فيقول يا جماعه الفيلم ده يقصد ان هو بيتكلم على الخطر بتاع الامراض والاوبئه، وان احنا لازم دايما ناخد بالنا والاجراءات الاحترازيه، وان لازم الشعوب تتكاتف. حد تاني يقول لا هو بيتكلم على فكره المعارك السياسيه. حد تاني ممكن يتكلم على قضيه السوشيال ميديا، يعني احنا شفنا ان السوشيال ميديا كانت جزء كبير جدا موجه ان هي مش في الموضوع، مش في دماغها، بصوا يا جماعه للترندات، بصوا لقضايا الجواز والطلاق بين النجوم، بصوا للقضايا التافهه جدا، اللايكس، الشير، كل ده اسقاطات مباشره. وفي ناس برضو اتكلمت على فكره الصراع ما بين او التزاوج ما بين السلطه المتمثله في ميرل ستريب، واللي هي بالمناسبه يعني اللي هي النسخه الانثويه من دونالد ترامب بشكل ساخر جدا، يعني التزاوج ما بين السلطه او الاداره الامريكيه وما بين راس المال اللي هو بيعرضنا دلوقتي لكل المشاكل اللي احنا متخوفين منها من كوكب الارض ان هو يصطدم بيها يعني. طبعا الكلام كتير جدا عن الفيلم ده يا استاذ خالد، وحصل صحيح. فعلا انقسام كبير جدا على الفيلم لدرجه ان هو بقى ترند، فتفتكر الانقسام ده حصل ليه مع انه في الاخر هو فيلم؟
ده طبيعي جدا، اي فيلم بيثير الجدل او اي فيلم بيبقى فيه فكره مختلفه او خارجه بره الصندوق لازم هذا الجدل يثار كل مره. ما بالك احنا بنتكلم على فيلم بيوجه يعني مسدساته للاداره الامريكيه بشكل واضح ومباشر. توجه الفيلم بالمناسبه هو مش بيعمل اسقاطات او تلميحات، خلينا نقول ان هو مش بيعمل تلميحات ان هو بيهاجم الاداره الامريكيه، لا هو بيهاجم الاداره الامريكيه فعلا بشكل واضح وصريح، ومش محتاجه ان الواحد يفكر فيها او يستنتج ده، لان هو كمان معترف ان هو بيهاجم الاداره الامريكيه، وبالتالي ان احنا هنا قدام فيلم واضح وصريح سياسي من الدرجه الاولى. وبالتالي الافلام اللي من النوعيه دي بتبقى معرضه بشكل كبير ان هي تثير الجدل، واثاره الجدل هو جزء من نجاح الفيلم نفسه. يعني الفيلم لما العالم كله يتكلم عنه فبالتالي هو تخطى خطوات كتيره جدا نحو النجاح. ناهيك بقى عن ان هو بطوله ليوناردو دي كابريو وجينيفر لورنس وميريل ستريب، فاحنا قدام كده كوكتيل نجوم، فلازم الافلام اللي من النوعيه دي طبعا تثير الجدل. انا بشوف ان اللي ما حبش الفيلم هو هيكون بيميل اكتر لنوعيه الافلام اللي هي الاكشن، افلام مثلا مارفل، افلام دي سي، باتمان، سبايدر مان، الكلام ده كله الافلام اللي هي المعتمده على الحركه والاكشن. لكن سهل يعني وارد جدا ان الناس تختلف عن على الفيلم، ودي هي اساس الصناعه في العالم كله مش في الولايات المتحده الامريكيه، فما بالك بقى بمهد السينما وهوليود في العالم كله يعني. فطبيعي جدا ان الفيلم ينقسم عليه، ولكن انا بشوف وما زلت عند رايي ان هذا الفيلم سيكون واحد من اهم، مش افضل، هيكون واحد من اهم افلام العالم طبعا عام 2022. استاذ خالد، هل رساله الفيلم فعلا ان احنا عايشين في مجتمعات ممكن نقول عليها انها بقت تافهه وده هو السبب كل المشاكل في حياه البشر؟ بصي، انا زي ما قلت لحضرتك الفيلم بيحمل الكثير والكثير من المعاني والاسقاطات اللي واضحه بشكل واضح جدا، ولكن في ما بين السطور في الفيلم بعض الاسقاطات الثانيه الخفيه اللي الفيلم ما بيركزش عليها بشكل واضح ولكن اشار ليها او عدى عليها كده. انا بشوف ان واحده من اهم الرسائل في الفيلم ده كانت بتكمن في المشهد الاخير، وطبعا علشان ما نحرقش للناس، ولكن هنا انا بشوف انه الرساله اللي بتكلم عنها هو انه المخرج او صناع العمل بيقولوا للناس عودوا الى حياتكم الطبيعيه، ارجعوا تاني اتلموا مع بعض، ارجعوا تاني اقعدوا مع بعض، ارجعوا لموا شمل الاسره، اقعدوا كلوا مع بعض على ترابيزه واحده، انسوا الموبايلات خالص، ركزوا شويه في تفاصيل بعضكم، ركزوا شويه في حياه بعضكم، انسوا التكنولوجيا خالص من حياتكم. دي واحده من اهم الرسائل اللي بالمناسبه مش في الفيلم بس، هي كمان على مدار سنين جدا كل الخبراء كل المتخصصين بينصحوا بيها، عودوا الى حياتكم الطبيعيه لان ده مهم جدا لصحتكم النفسيه. هو رسالة قوية وصحيحة لكن للأسف صعبة بعد اللي احنا عايشين فيه دلوقتي. بشكرك جدا يا أستاذ خالد على وجودك معايا. بنشكر الكاتب الصحفي خالد إبراهيم بجريدة اليوم السابع، وبكده نكون خلصنا فقرة سكوب.